هو خالد مين الأقوى، الأهلي ولا الزمالك وليه؟ هو طبعا تاريخيا الأهلي أقوى، أقوى كتير جدا جدا في حاجات كانت واضحة للشارع المصري. يعني هديك مثال بسيط جدا في البداية، هل يستطيع وزير شباب ورياضة أن يأتي بقرار لحل المجلس إدارة النادي الأهلي؟ تاريخيا لم تحدث، وحدثت مرة ولغى القرار بعد ساعة تحديدا، كان أيام الكابتن طاهر أبو زيد لما كان وزير شباب ورياضة. الزمالك تعرض للحل بشكل كبير جدا ومؤثر في كل تاريخه، دي حاجة، وبالتالي بنتكلم على قوة ونفوذ. الأهلي بطولاته ونفوذه على كل المنظومة الرياضية لسنوات طويلة جلبت أو خدت شريحة كبيرة جدا من الجماهير. استمد القوة دي منين؟ من نتائج، من الجماهيرية، من إيه بالضبط؟ أنا بالنسبة لي بشبه النادي الأهلي زي أمريكا، عندهم خريطة معينة ماشيين عليها، تتغير الأسماء ولا يتغير سيستم النادي الأهلي. يعني في نظام، بالظبط، في نظام وفي تقاليد موجودة في النادي الأهلي. حد يختلف على السياسة الأمريكية إن عندهم هدف لخمسين سنة وبعد الخمسين سنة خمسين سنة تانية؟ على فكرة ده مصدر قوة. أنا لا يعني ما عيبش على النادي الأهلي إنه قوي، أنا أتمنى أكون قوي زي النادي الأهلي. أنا كنادي إسماعيلي أتمنى أكون ربع قوة النادي الأهلي، هيكون عندي النفوذ وعندي السيطرة.